استخدام الموبايل والتعاملات البنكية أكيد بتسهل الوقت والمجهود، أكيد ده حاجة يعني ما فيش كلام فيها. هي كويسة بصراحة، بتوفر وقت وبتوفر مجهود كبير، ويعني بتبقى فيها راحة، خصوصا لو حد معاه طفل صغير أو كده ومش هيقدر يروح وينتظر وقت طويل، لأن بتاخدي رقم وبتقعدي تستني وقت. دلوقتي أسهل، دلوقتي بتبقى التليفون في إيدك وأنت قاعد، بتبقى سهل العملية، سهلة يعني. الوقت ان انا يعني بيبقى البنك زحمه جدا، معظم الفروع بتبقى زحمه، فبالتالي ان انا بنتظر يعني ممكن ساعتين عشان اعمل حاجه بسيطه جدا. فلو انا بالابلكيشن من البيت فبخلص ده، سواء تحويلات سواء ايا كان اللي انا عايزاه. كويسه جدا طبعا، يعني الابلكيشنز اللي هي مثلا البنوك بتنزلها اللي هي بتاعه الموبايل بانكينج دي كويسه جدا، بتسهل، تقدر تحول، تقدر تستقبل فلوس وتسحبها من اي ATM. هي بتوفر وقت ومجهود كويسه جدا يعني. الخدمات بتكون افضل ليا، احسن من ان انا مثلا اكون اروح اي فرع او ان انا اتعامل مع اي فرع وافضل مثلا واقف كتير. ده بيكون الابلكيشن على الموبايل بيكون اسهل لي كتير من ان انا اروح اي فرع، اسهل لي، اوفر لي.